يعطيكم العافية أحبائي. أنا اسمي ربا، قناتي اسمها ربا بعياد، وطلعنا اليوم من مونة المخللات واستلمنا مونة الحلو أو العصاير لمونة الشتاء. أنا هون عملت كومبوت الدراء أو النكترين، فينا نعمل كومبوت الإجاص أو الكمتري والخوخ، بس شرط ما يكون مستوي، يكون بعده فج شوي. وهون أول مرة بعمل معكم كومبوت الرمان. أول شي كومبوت الرمان فينا نشرب العصير بفصل الشتاء، بده يكون الرمان لفاني، يعني نص حامض نص حلو. والدراء كمان فينا نشرب العصير، وإذا عملنا قلب كيك نزين فيه الدراء. ليش لنجيبه مواد حافظة؟ خطواته سهلة جدا 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 إذا اتبعتوها، ولا أي شيء، 3 مكونات فقط لا غير، والرمان مكونان فقط لا غير. عم أقدم لكم طرق لست البيت سهلة وحلوة. أنا عاملة على قناتي دبس الرمان بكل خطواته من الألف إلى الياء، فيكم تفوتوا تشوفوه. وبتمنى يعجبكم هيدا الفيديو، وما تنسوني من اللايك والاشتراك والشير، بحبكم كتير. وهلأ خلونا ننتقل على خطوات عمل الكومبوت، وبقلكم باي باي. يعطيكم العافية مجددا. هون عنا النكترين أو الدراق، أهم شي بدها الحبة تكون قاسية فجي، يعني بعدها مش مستوية. وفينا نعمل النكترين يلي بوبر كمان، كتير سهلة وخطوات عملية، ما بدها شي، ب3 مكونات والرمان بمكونين فقط. أنا هون غسلت عند النكترين وبلشت قص. مثل ما شايفين هون عندي الحبة فجي، يعني بعدها قاسية. هلأ إذا ما بتنقبع بهيدي الشكل البذرة، فيني قصها مثلثات شقف مثل ما شايفين وتخلص من البذرة. بتمنى إذا عم بتشوفوا هيدا الفيديو تقولولي من أي بلد عم بتتابعوني. أنا اسمي رباب، قناتي اسمها رباب عياد، واكتبولي بالكومنتات من أي بلد بتتابعوني. وما تنسوني أكيد من اللايك والشير والكومنت إذا عجبكن هالفيديو. هون أنا تركت حركة، ما حبيت شي بالمونتاج، لأنه بتصير مع كل ست بيت، وعم بشرح لكم عملي تحت الكاميرا مش ورا الكاميرا. هون عم خلص من تقطيع النكترين، معلش فيها شوية جهد لنشل البذرة، بس بالنهاية حنحصل على نتيجة كتير ممتازة. هيدي الحبة كمان هون دغري انشلت مع البذرة، قطعناهم بهيدا الشكل. هلأ منجي للمرحلة التانية، وهي كيف منا نبلش أول خطوة ونحطهم بالمرطبين. أهم شي أحبائي المرطبين بدها تكون معقمة ونظيفة، معقمينها قبل بوقت. منعبي المرطبين كامل نكترين مثل ما شايفين. فينا نعمل كومبوت الدراء، فينا نعمل كومبوت الخوخ، كومبوت الإجاص أو الكمتري، فينا نعمل أي شي بالفواكه تكون بس مش مستوية. أهم شي مرحلة إنما تكون مستوية. هلأ أنا هون عملت كمية 4 مرطبين. هيدا الكومبوت أول شي نستغله بفصل الشتاء، نشرب العصير لإله، أو ست البيت إذا بدها تزين قلب كيك. ليش لنجيب هون مثل ما شايفين انا شلت حبه ما كانت مستويه شقفه تخلصت منها. ليه بدنا نجيب مواد حافظه وحقه مبلغ معين كذا وقدره؟ لا، ما اخذت معنا اي وقت ولا اي جهد. هلا هون حط لكل مرطبين نص كبايه سكر. هلا اللي بدها تقلي انا حلوه كتير او كذا، فيك تخفف السكر، يعني هيدا الشيء بيرجع انت بتتمكني بحسب حلاوة الكومبوت يلي انت بتحبيه. بس نحن عم نحط سكر لحتى نتخلص من هيدي الحموضة
يلي موجودة بالنكتارين، لأنه مثل ما قلت لكم أنا حطيت النكتارين فج مش مستوي، يعني بيكون في لدعة حموضة مش حلو. فإذا هون عم عبي المرتبين، فينا نحط السكر قبل وفينا نحط الكومبوت فوق المرتبين. أنا بلشت بهيدي الخطوة، فينا أي خطوة نحنا نعملها. هلأ بنجي لكل مرتبين ملعقة حامض، ملعقة عصير حامض أو ليمون. هيدي هي المادة الحافظة يلي بتحافظ لي على الكومبوت. أهم شي أنا عم بسكر المرطبين مثل ما هون عم بتشوفوا، أنا عم حط مي. المي أنا غليتها وحطيتها قبل بيوم لتبرد. بعبي المرطبين كامل لفوق مي، ما بخليه ينقص شوي لحتى يضغط المرطبين. وهون بدنا نتمكن إذا عنا نحنا مرطبين إزاز، في بالمحلات أغطية خالصة، أهم شي يكون الغطا جديد ما يكون قديم، لأنه شغلنا راح عشي فاضي بده ينفس المرتبان وما حيضغط. فإذا مثل ما قلت الأغطية جديدة، بتأكد من إغلاق المرتبان وبحطه على جنب. هون خلصنا؟ لا، بعد ما خلصنا يا رباب بعد في عنا الخطوة التانية وهي تعقيم المرتبين، والخطوة المهمة بكل هيدي العملية. فإذا هون المرطبين عندي أغلقت، يعني الغطا ما طق من تاني ميلة، إذا طق من تاني ميلة بدي أغير الغطا، يعني معناتها تنفس، ضلني شد بالغطا لحتى أتمكن إنه شد مزبوط للمرطبين. هون أنا عندي الرمان لفانة، يعني لفانة نص حلو نص حامض. خليت شقفة، كل ست بيت بتعرفي تفقي رمان. أهم شي بهيدي الخطوة الرمان ما يكون يندق بالمدقة وينزل هيدا المي، بتصير حبة الرمان مش حلوة. فإذا الرمان هون بدنا نفقيه حبة حبة. هلأ بنعبي المرتبان تلات أرباعه رمان بعكس الكومبوت مثل ما شايفين، تلات أرباع المرتبان. خطوات سهلة وما بدها أي شي، والرمان خطوتين بس. الرمان ما بحط له عصير حامض لأنه مثل ما قلت لكم هو في حموضة، يعني نص حامض نص حلو. هلأ بنجي لكل مرتبين من نص كباية سكر مثل ما عملنا بكمبوت الدراق. صدقوني بفصل الشتاء شو ما نعمل مونة منلاقيها قدامنا. أمرار الواحد بيكون زهقان هيك حد الدفاية بده يتسلى بأي شي، نحنا والعيلة بنفتح كومبوت الرمان كومبوت الدراق وبنتسلى، لأنه مثل ما بتعرفوا فاكهة الشتاء قليلة ما بتكون مثل فاكهة الصيف. هون بنزل بالمي على كل مرتبين بعبيه كامل. هون عم حرك السكر لحتى تنزل المي لكعب المرتبين. وبتمنى إذا عجبكم هالفيديو ما تنسوني من اللايك والاشتراك. مثل ما شايفين أغطيتي جديدة، مرطبين معقمة، بتأكد من شد المرطبين أهم شي وما يكون يطق من تاني ميلة، وبخضه شوي لحتى يتحلحل السكر مع المي. شايفين عم شد، يعني ما طق من تاني ميلة. فإذا كل خطواتي سليمة لحد هلا. وهون ننتقل للمرحلة الثانية وهي تعقيم المرطبين. هون مثل ما شايفين أنا حطيت فوطة بكعب الطنجرة وعبيتها نص مي، وبنزل بالمرطبين يلي أنا عملتها. هون بتجي مرحلة التعقيم وبخليهم مدة 20 دقيقة يغلوا بالمي. فإذا هيدي خطوة كتير كتير مهمة، من بعد ما يغلوا منعير 20 دقيقة. وهون بلشت عندي مرحلة الغليان، فإذا هلأ بعير 20 دقيقة بالضبط. وهلأ بعد مرور 20 دقيقة منطفي الغاز ومننتبه لأيدينا منيح منيح بهيدي المرحلة. أول مرحلة فينا نخلي المي لتبرد ومنشيل المرطبين، أو نحمل منشفة سميكة أو كف سميك لنشيل فيه المرطبين.